من طيب خذ بالأنام التقى والجود بالرسول سيد الوجود عليك صلوات ربي وآله شم الذرى وصابي ما استعدموا منه إلى طيبته وحبه وحب آل بيته ما أنجبت خوض من الغواني في كل ما مدى من الزمان كمثل عم شيخنا رباني عيشة ظاهرة العصان فما لها والية فخر كما لها بشيخنا الإمام العلماء سوى اللوات جنب المختار وحزبه وصبي أخيار إذا انجبت برضا مسددا مهذبا ممجدا مسودا من بعدها ذكر بطني وشرب العلم والديني محمد نجل الفتى المختار نجل الرضا أحمد ذي الفخار نجل المفخم العمام العالمي سيدنا محمد بن سالم حصل ما خر العلا ينأوجد بعين ماد لبفضلها شهيد أنبته الله نباتا حسنا في أرغد العيش وأنوار سنا زين من أنشأه وخلق بين الأنام خلقه وخلقا فكان يمليه بهاء منذر لحسنه لمهه عن مخبر لشبه بسيد العباد أحسن كل حاضر وبادي وحفظ القرآن في سبع سنين عن شيخه العليم ذي الدين المتين وبعد ذا اشتغل بعلوم فجعل العميد كالمصير